لان متابعي كرام متابعين شوف ديما اهلا وسهلا فهاد البودكاست سيدي حيا زعير. يعني كما كتشوفوا حادثه سير بين يعني دراجه وسياره وهناك يعني اصابات يعني هناك اصابات وكذلك عرقله السير. يعني تشوفوا ان صاحب دراجه الناريه سلام الجميع السائقين الدراجة أو السيارة. حادثة سير خطيرة الآن بسيدي حيا زعير قرب من جماعة سيدي حيا يعني وبالضبط يعني الرومبا اللي مفاس يعني من جماعة سيدي حيا زعير. نشوف حادث سير خطير بين دراجة نارية والسيارة. نطلب الله السلامة جميع السائقين من الدراجة النارية أو السيارة. السيارة اللي كنشوفو يعني صاحب الدراجة اللي مريح يعني في الأرض. مازال يعني متم تدخل رجال الوقاية المدنية. كاين يعني عرقلة السير في هاد الأثناء. نطلب الله السلامة لجميع السائقين الدراجة أو أي سيارة باش يحلو حد الحذر لأن السرعة تقصد. يعني كما كنشوفو يعني صاحب يعني الدراجة يعني مرمي الأرض يعني كيتسنى يعني هذا الرجال على الوقاية المدنية. نطلب السلامة.
سلامة يعني جميع السائقين الدراجة أو لا يعني السيارة يعني باش ياخذوا الحيطة والحذر. إذا متابعي الكرام متابعي شوف تي في كنا معكم من يعني سيدي حي الزعير في انتظار كنت يعني عرقلة السير كبيرة الآن. إذن متابعي الكرام متابعين شفت يعني كما كتشوفوا حادثة سير خطيرة الآن بين يعني السيارة ودراجة نارية الآن يعني في انتظار يعني حضور رجال الوقاية وكذلك رجال الدرك الملكي. هنا حادث سير قرب من جماعة سيدي حياة زعير. متابعي الكرام متابعين شو تي يعني كما كتشوفوا حادثة سير خطيرة الآن سيدي حياة زعير يعني دراجة نارية أو سيارة خفيفة. نطلب السلامة جميع السائقين الدراجة النارية أو للسيارة لأن السرعة تقتل. نتمنى السلامة لجميع يعني السائقين يعني كنشوف يعني صاحب الدراجة يعني اللي مرمي يعني في الأرض ينتظر يعني الوقاية المدنية اللي تم نقله للمستشفى. نطلب السلامة يعني في هذه اللحظات يعني ما تكونش إصابة خطيرة. نتمنى تكون إصابة يعني خفيفة يعني لصاحب السيارة صاحب الدراجة النارية اللي مرمي على الأرض. يعني عرقلة كبيرة الآن عرقلة السير يعني أمام يعني رومبا ديال سيدي حي زعير يعني صاحب الدراجة اللي كنشوفو بأنه يعني كاين آلام يعني في انتظار رجال الوقاية المدنية. إذا حادثة سير يعني خطيرة الآن سيدي حي زعير. السلامة جميع السائقين لا الدراجة أو للسيارة أو للشاحنة. يعني هذا الشيء واقع يعني أمام يعني جماعة سيدي حي الزعير يعني في انتظار حضور رجال الدرك كذلك رجال يعني رجال الوقاية المدنية. شاد الركبة تشوف بأن الإصابة خطيرة على المستوى الأرجل اللي كيتسنى يعني نقله إلى المستشفى للعيشة. نطلب الله السلامة لجميع يعني السائقين لا الدراجة النارية لا السيارة لا الشاحنة يعني باش ياخذوا الحيطة والحذر يعني باش يعني ما يتهوروش في السرعة لأن السرعة تقصد. إذا متابعي الكرام يعني كما كتشوفوا حادثة سير خطيرة.
نتمنى يعني في اقرب لحظات يعني حضور يعني الوقايه المدنيه، يعني انا كنشوف الحاله يعني ديال السيد اللي طيح الارض ان حاله يعني خطيره، يعني كنتمنوا به يعني ما تكونش اصابه خطيره. اذا المتابعين الكرام متابعين شوف تي في مخيم لكم دمتم في رعايه الله، نتمنى الشفاء العاجل لهذا الشخص اللي يعني مرمي في الارض، يعني كيتسنى الاسعاف باش يقدر مازال السلام تحضر الاسعاف، يعني كنشوفوها يعني كيتم الاتصال. إذا المتابعين الكرام كنا معكم من سيدي حياة، مبقى نقول لكم دمتم في رعاية الله.